بفعل تأثيرات عديدة من بينها التغيير المناخي. إن العراق بلد القليل انبعاثات من غازات الاحتباس الحراري، إلا أنه من أكثر البلدان العامة بلدان العالم هشاشة تجاه التغييرات المناخية، خصوصاً في قطاع المياه والزراعة، إذ يواجه أزمة مائية شديدة الخطورة. فما نعانيه اليوم بفعل تراجع إيراداتنا المائية من دول المنبع وتأثير التغيير المناخي وأساليب الري التقليدية أصبح يهدد إرث الحضارة وحاضرنا ومستقبل أجيالنا القادمة. وخير مثال على ذلك الجفاف الأهوار في جنوب العراق المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي. فإن أحداث الطقس المتطرفة في العراق من درجات الحرارية القياسية وقلة التساقط المطري تسبب في اتساع رقعة الجفاف والتصحر وتقلص أراضي زراعية وتدور الأراضي وزيادة العواصف الترابية والرملية وخسارة الموارد الطبيعية وما نتج عنها من تحديات اقتصادية أدت إلى زيادة الفقر وزيادة معدل النزوح الداخلي والهجرة الخارجية. إن الصراع فيما يخص المياه ليس جديداً، وضع العراق كدولة مصب ليس نادراً، ولضمان التوزيع العادل للمياه نرجو أن يشمل نقاشكم فيما يخص الخسائر والأضرار والحقوق العادلة للدول المصب لضمان أمنها المائي، فلا أمن غذائي من دون ماء. وهنا نشير إلى ما قام به أسلافنا في بلاد الرافدين، حيث أوجدوا حلولاً لهذه الإشكالية قبل 4500 سنة، وذلك بعقد أول اتفاقية لتقاسم الموارد المائية عن طريق التفاوض. وها نحن اليوم نسعى لذلك على مستوى عالمي من خلال مجموعة من الاتفاقيات، آخرها اتفاقية الحماية والاستخدام المستدام للمياه العابرة، والتي نعمل اعتمادية وتفعيلية بالسرعة الممكنة. يأتيكم العراق متأخراً إذا لم ينتمي لاتفاقية المناخ إلا سنة 2009، وذلك بسبب إهمال النظام السابق للبيئة، إلى أننا مصممون على مضى قدماً وبخطوات متسارعة لكي نقوم بما يجب علينا. فقد قدم العراق وثيقة مساهمته المحدودة وطنياً NDC لتكون السياسة العليا الطموحة لزيادة المرونة تجاه تغيير المناخ، والتي ترسم خططنا المستقبلية لتخفيف وتكييف وإنجاز أهداف التنمية المستدامة بسنة 2030. لذا يتم إعداد تقرير البلاغ الوطني الثاني للتغييرات المناخية والتقرير المحدد لكل سنتين والخاص بجرد الانبعاثات في العراق، وهو ما يعكس الالتزام العراق بمشاركة العالم بالتزاماته المناخية. وبناء على ذلك اتخذت الحكومة العراقية إجراءات سريعة لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة ولتقليل الانبعاثات الغاز المصاحب في إنتاج النفط وإيقاف حرقه والاستفادة منه، وصولاً إلى تصوير الانبعاثات الغاز المصاحب في 2030 وتخفيض الانبعاثات الغازية الدفيئة من منظومة الكهربائية من خلال تعزيز كفاءتها. نحن على ثقة بأن مخرجات مؤتمر دبي للمناخ ستكون شاملة ومتوازنة ومنصفة فيما يخص التقييم العالمي والانتقال العادل وصنوق الخسائر والأضرار والهدف العالمي لتكييف، مستندة إلى مبدأ المسؤولية المشتركة لكل ما تبنيه وحسب القدرات والظروف الوطنية لكل دولة، وبما يحقق الانتقال العادل والمنصف نحو الطاقة النظيفة المتجددة والمستدامة وزيادة مرونة التكييف مع التغيير المناخي، مع مراعاة حاجة البلدان النامية في الحصول على تمويل المناخي لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. وفيما يخص منطقتنا، فإن العراق والدول المجاورة في الخليج على خطوط أمامية لمجابهة آثار التغييرات المناخية، وحتى إن استطاع العالم أن ينجز أهداف اتفاق باريس ويحدد من زيادة معدل الحرارة إلى ما
دون الدرجتين، إلى أن ارتفاع الحرارة خاصاً على شواطئ الخليج سيتجاوز هذا الحد بعدة درجات، ونحن منذ الآن نعاني من ارتفاع درجات الحرارة ومن العواصف الترابية ومن شحة المياه، وكذلك هذه التغييرات لا تعترف بحدود الدول، كما إن دولنا تعتمد في اقتصادنا على الوقود الأحفوري، وهي فئة تأخذ اتفاقية المناخ ظروفها الخاصة بنظر الاعتبار، وكل إجراء يقوم به أي منا سواء في مجال التخفيف أو في مجال التكييف سيكون له أثر إيجابي يمتد إلى دول الأخرى، فلا خيار لدينا إلا أن نتضافر بجهودنا كي نواجه سوية وبكل إمكانياتنا أخطار تغيير المناخي. لذا ومن هذه المنصة ندعو دول الجوار في الخليج إلى بذل مزيد من الجهود للسعي معاً كمجموعة تفاوضية واحدة ومن موقف موحد يبين صعوبة مستقبلنا المناخي للعالم، ويسعى لضمان حقوق شعبنا وإقامة تجمع إقليمي يضم الدول المتشاطئة الثمان على الخليج، وهي التي ستتعرض أكثر من غيرها لآثار تغييرات المناخ الخطيرة. وفي الختام لا يفوتنا إلا وإن ندين العدوان المستمر على غزة، ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام هذا العدوان، ونكرر موقفنا في العراق في القضية الفلسطينية حقه في القضية الفلسطينية حقه وفي تقرير المصير. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.